سمر، خلينا نبلش أولى فقراتنا لليوم. فمع التقدم التكنولوجي الكبير توفرت وسائل التواصل الاجتماعي مع الجميع، ورغم إيجابيات هي الوسائل إلا أنها هي سلاح ذو حدين، والإفراط باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو استخدامها بشكل خاطئ في الكثير فهو يسبب الكثير من الأضرار، منها النفسية ومنها الاجتماعية ومنها الصحية أيضا، وخاصة عند فئة الأطفال والمراهقين. لحتى نحكي أكثر عن الآثار السلبية يلي بتسببها وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا بشكل عام، بصرنا نرحب بالسيدة ريما شعيب، موجه مادة المعلوماتية. أهلا وسهلا فيك. الله يسلمك. أهلا وسهلا، يسعد صباح الخير لكم، وصباح الخير لكل الكادر، وصباح الخير لكل الناس اللي عم تسمعنا. يسعد صباحك عن جديد، وأهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نحكي عن الآثار السلبية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي عند الأطفال والمراهقين. قد ايه بتأثر هذا الشيء، بيأثر على صحتهم الجسدية والنفسية؟ هلا انا بدي انطلق من الايجابيات لحتى احكي عن السلبيات، فانا راح اخذ كل ايجابيه احكي شو الامور اللي هي ايجاب. نحن بنعرف انه مواقع التواصل الاجتماعي بدات تقريبا بتاريخها بال95 97 حسب انطلقت يعني مع هذا الجيل اللي هلا طالع. بالتالي هذا الجيل اللي هو كثير ذكي، انا بدي نوه بالبداية لانه كثير رح نحكي عن اشياء، انه هذا الجيل كثير ذكي اذا قدرنا نستخدم قدراته وامكانياته. هلا مواقع التواصل الاجتماعي مبنت على حاجات الانسان. حاجات الانسان حسب هرم ماسلو بتبدا بالحاجات الفيزيولوجيه اول شيء. هلا انا بدي احكي عن الحاجات الفيزيولوجيه، شو بتاثر المواقع التواصل الاجتماعي على هاي الحاجات. اول شغله مثلا قله النوم، فبالنسبه للشخص يلي عم بيستخدم مواقع التواصل الاجتماعي ممكن انه هو يضل قلق، يضل سهران. فهون نحن صحيه شيء ايجابي استخدمناه، لكن اثر على صحتنا، على جسدنا، على نومنا، حتى على اكلنا. فانا بدي ابدا الحاجات الفيزيولوجيه اول متاثر، واللي هي اهم حاجه حسب هرم ماسلو، فهي اول متاثر بمواقع التواصل الاجتماعي. فنحن عندنا القلق. الموضوع الثاني هو الامان. الخطوة الثانية بهرم ماسلو هو الأمان. نحن عنا بمواقع التواصل الاجتماعي عنا أمان، لأنه هو قاعد ببيته قادر يفوت على أي موقع بكل حرية وبكل أمان وبكل ما بيخاف أنه أنا قاعد ببيتي هلأ. لكن هون كمان نحن هاي الإيجابية، إذا بدي أحكي بالتأثيرات السلبية انقلبت لتأثير سلبي، لأنه الخصوصية صارت متاحة لكل الناس. صار ما عاد عندي أمان حقيقة، لأنه أنا بلحظة ما بعرف كل تفاصيل كل الأشخاص، مهما نحاولوا أنه هن يغطوا هاي التفاصيل، لكن هي واضحة لدرجة أنه أنا مثلا من تعليقات بس فقط من تعليقات الأشخاص بقدر فوت على أشخاص آخرين بعرف، تمام؟ بعرف كل هاي الأشياء اللي موجودة عنده. هاي الخصوصية كمان الأمان. أنا صار عندي مواضيع التنمر، صار عندي مواضيع الإيذاء، صار عندي مواضيع كتير يعني مختلفة عن ما سبق كنا ما بنعرف هاي المواضيع. تأثيرات هاي أثرت كتير، فبالتالي الأمان هو أكتر شيء تأثر بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي معنا. بالإضافة القلق اللي عايش فيه هذا الجيل يلي هو نحن وهن عم نأثر بهذا الشغل، إنه لما عم بيعيش إنه أنا هلأ بدي فوت على اليوتيوب، أنا شوي تانية بدي فوت على الفيسبوك، إجتني رسالة على الواتساب. فهذا القلق المستمر دائما، في شيء عم بيناديني إنه أنا هون إجاني إشعار، هون إجتني، هون طالعوا غنية جديدة، هون طالعوا شغلة. هاي الموضوع اختلف عن ما سبق، صار في قلق، ما عاد في هالأمان اللي نحنا متوقعينه بمواقع التواصل الاجتماعي. في عنا موضوع تاني هو القيم. القيم اللي اختلفت معنا نحنا، القيم المجتمعنا
صارت القيم هلا سخيفة بصراحة صراحة. يعني هذا الجيل بيصير بيتابع هذا الشخص يلي هو عم بيصور الجنين وبينشر على برج ما بعرف شو إلى آخره، صار بيتابع إنه أنا انكسر ضفري، فبتلاقي 1000 تعليق على إنه أنا انكسر ضفري على الفيس، على القصص قصص يعني هي غير منجزة ما فيها إنجاز. فصار هذا المتابعة هاي لهي الأشياء انجرف هذا رح أقول الطفل أو الشاب أو حتى الكبير لأشياء هي ما هي من قيمنا، ما هي من مجتمعنا، وما هي الشيء اللي نحن بنطمح له، وما هي هدفنا بتربية هذا الجيل. نحن هدفنا أنه يطلع جيل منجز. نعم، ولكن خلينا نعلق على نقطة كمان ضمن مواقع التواصل الاجتماعي أو ضمن التكنولوجيا. عم نشوف نروح على جيل المراهقين، العديد من الألعاب اللي هي ألعاب بتكون عنيفة جدا، فيها سلاح، فيها تخدير للمخ، بيقعد عليها الشاب خلينا نقول المراهق لساعات طويلة. صحيح. من خلال وصلة عبر الإنترنت. صحيح. بيلعب هو ورفيقه، كان كل واحدة ببيته، حتى العلاقات الاجتماعية بين الشباب صارت معدومة كليا. خلينا نحكي عن مخاطر إدخال أيضا الألعاب اللي هي مربوطة بالسوشيال ميديا، مربوطة بالإنترنت، بداخل البيوت وعقول الشباب. الحقيقة أنت تفضلتي وحكيتي أنه هي فعلا ألعاب خطيرة. فعلا لما اللعبة عم تجي تكشف مكانك، أولا رح أحكي أولا عم تكشف مكان الولد اللي عم بيلعب فيها أو الكبير أو أي شخص عم بيلعب فيها، هي أول خطورة. سحب كل الداتا، الموقع، كل شيء تماما. حتى أنه في بعض الأحيان عم بيصير فيها إيذاء، أنه لما أنت عم تفوتي على لعبة سمحتي لعملتي لها سماح لحتى تدخل على الصور، سماح حتى تدخل على كل شيء انت موجود بالجوال. حتى في بعض الاشياء او البرمجيات اللي هي مرتبطة مع هاي الالعاب بامكانك انه انت هلأ تعرفي وين هذا الشخص موجود وتشوفيه بالواقع. يعني انا بمرة من المرات، معلش خلينا نحكيها، جوالي ربطوه بالايميل وشافوا وين موجودة والمكان اللي قاعدين فيه والى اخره. فهي الالعاب هي اول خطورة لها. اذا ما تذكرت الخطورة الثانية يلي هي التعود على العنف، صار هدول الاطفال يقولوا لك شو هي الاسلحة وشو هي الانواع وشو هو النار. حتى صار نلاقي بالمدارس صار في هيك شوية عنف بموضوع بالفرصة، بيقولوا لي الأساتذة والمدراء اختلاف كلي، بيشتغلوا ببجي بالبيت وبيجي هون بيطبقها بالمدرسة حقيقة. فهي فعلا عم تعود على عنف، عودتنا على أخلاق مختلفة تماما. هلا بالعودة لمواقع التواصل الاجتماعي اللي هي سليمة من العنف حاليا، لكن بخفاياها لا تخلو من عنف بصراحة. نحن بالنسبة لمجتمعنا حقيقة عم نلاقي علاقات اجتماعية على الفيس، لكن هي علاقات وهمية، هي سراب. يعني الطفل بحاجة أو الشخص، أي شخص بحاجة لعلاقات اجتماعية، لكن بحاجة ماسة، هو الرقم 3 بهرم ماسلو، لكن هاي العلاقات هي سراب. أنا بلحظة بكتب تعليق وبعدله بمحيه بغيره، بتلاقي علاقات واجبك صرتي تعمليها، صار واجبك. حتى أنه تقدير الذات صار مختلف عن تقدير الذات. أنا كان تقدير ذاتي هو شو بنجز لهذا المجتمع، شو بنجز لوطني. هلأ صار تقدير الذات على صورت هلا وانا جاي لعندكم، واحد بنص الشارع عم بيصور سيارات رايحه وجايه عم بيصور حاله بشكل يومي. أوكي. اي شخص بده يطلع مثلا بده يصور وين راح شو عمل، يعني عند كل الاشخاص. هلا شو الانجاز بهذا الشيء؟ يعني يلي انه انا صورته حطيته، كل الاشخاص هيك عم بيعملوا. يعني هلا يعني شايف اختلفت الثقافه بشكل كثير كبير. هلا صار تقليد، يعني هي انت عم تقولي انه كل الاشخاص او تمام يعني كل الاشخاص اذا هي عم صار الثقافه عم يتابع بعضه، يعني من ناحيه يمكن الفضول، فضولهم انه هذا الشخص شو عمل اليوم، شو صار معه، فكلياتنا يعني من باب التسليه كمان عم نتابع بعض. خلينا نحكي عن موضوع انه هلا التكنولوجيا صار شيء اساسي بحياتنا،
حتى عند الأطفال، يعني كل الأطفال صار عندهم، كلهم عم بيلعبوا بالألعاب، كلهم يعني كلهم عندهم مثلا يمكن فيسبوك، انستا، من كتير من هاي الأشياء. كيف ممكن نحن نسمح لأطفالنا أنه يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي بس بشكل آمن بضوابط، من غير ما يضرهم، من غير ما يأثر على نفسيتهم ولا على صحتهم برأيك؟ هلا رح لك شو نحن بمناهجنا حطينا كيف أساسيات استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بكل المناهج، مو فقط بمناهج المعلوماتية، بكل المناهج حطينا أخلاقيات، حطينا آثار، حطينا إيجابيات وسلبيات. لكن هذا لا يكفي، لأنه أنا لازم أعود الطفل من بداية عمره على تنظيم وقته أولاً. تمام، يعني أنا مصرة عليها أنه نحن لازم نعود الطفل على كيفية تنظيم الوقت، لأنه إذا تركته ينجرف وراء هاي المواقع فكل وقته ضاع بمواقع وبالإشعارات اللي عم تجي، اللي هي دائما عم تخليه يستمر ثم يستمر ثم يستمر. فأول شيء لازم عوده تنظيم الوقت، لازم عوده أنه نحن قيمة الإنسان بما ينجزه. يعني أنا بمواقع التواصل الاجتماعي ما عم بقدر أحصل على مهارات معينة، ما عم بقدر بحصل على هاي المهارات. أنا أوكي شفت شيء تعليمي، لكن إذا ما نفذته حقيقة ما عم بقدر بشتغله، فوين الإنجاز صار؟ إنه أنا شفت، أنا اجتمعت مع العالم، طيب وين الإنجاز؟ أنت شو قيمتك بالمجتمع؟ قيمتك بما تنتجه. هذا إذا عودنا الطفل عليه، إذا عودنا إنه أنت وين إنجازك؟ ورجيني الإنجاز. ممكن يتعلموا لغة من الأغاني اللي عم يسمعوها، ممكن لغة تقوى اللغة الثانية، يعني في طرق مختلفة لتعلم اللغة غير أوكي. أنا مو ضد يسمع أغاني، لكن للأسف عم تلاقي الطفل حاطط هالسماعات وعم بيسمع ودخل بعالم ثاني مختلف عن عالمنا. لازم يعرف الطفل انه هذا العالم مو هو العالم الحقيقي. هدول الناس اللي هو عم يجتمع معهم ما هن الناس الحقيقيين، هذا المجتمع ما هو المجتمع الحقيقي. مع العلم انه بيصنفوا الفيسبوك هو الدولة الخامسة بالعالم بحسب عدد المشتركين، صاروا مليار وشوي. بالتالي نحن هذا الطفل لازم نعوده اولا الاخلاقيات، لازم نحن نكون قدوة له ونبثه هاي الاخلاقيات، هاي رقم واحد. رقم اثنين، نحن الطفل لازم في برامج كتير للمراقبة الابوية. تمام، حتى هلا بالأجهزة الحديثة من غير برامج المراقبة لازم كل أهل يكونوا مسؤولين عن أولادهم، شو عم يتابعوا، كل شوي يطلعوا، كل شوي يكون في عندهم مراقبة. هذا الشيء ضروري كتير، هي تربية، صارت مسؤولية جديدة فوق مسؤوليات الأب والأم أو أولياء الأمور، مسؤولية جديدة إنه هي مراقبة هدول الأطفال. مو بس مراقبتهم، يعني أنت بتسيه التربية الصحيحة وثم كل فترة وفترة تابعي، وبتلاقي الطفل لحاله صار عنده دافع، وإنما المراقبة دائما كمان هي غير مجدية. هلا بالنسبة لإلنا في برامج كتير، هي المراقبة الأبوية، في عنا برنامج الأجهزة الحديثة صار فيها مراقبة الفاميلي واتشينج، أو مثلا في عنا برنامج كاسبر، أنا كتير بيعجبني كاسبر، بيحدد لك عدد الساعات اللي أنت لازم تتابعي فيها هذا المواقع، أو بيطفي بعد النت، أو مثلا بيعطي إشعار للأب والأم أنه ابنكم صار مستخدم الإنترنت لمدة ساعتين مثلا، أو لعبة معينة، استخدم الببجي هلأ، استخدم هلأ، فجواله صار مفتوح على جوالك بشكل دائم. سواء بس هلأ بلشنا حديث لأنه هن كتير أذكياء، فأكيد صحيح. لهم حل، فأكيد صحيح. في حل أنه ما نكشف شو عم يدخلوا أو هلأ في حلول طبعا. كل شيء له يعني، وهذا الأطفال أطفالنا بعض. هلأ يعني قادرين يلاقوا حل لكل شيء، وهي مهارة. هي حقيقة شغلة حلوة، يعني أنا ما عندي مانع أنه الولد يلاقي حلول، لأنه هو معناها صار مبرمج، تعلم شغل كتير حلو أنه يعرف يخترق البرمجيات. لكن حقيقة برنامج كاسبر فاميلي كتير برنامج رائع، أنا مو عم بعمل دعاية، لكن هو برنامج كتير رائع للضوابط، بموضوع الضوابط الرقابة الأبوية. هو يعني حتى إلي مثلا، انا قاعده على الانترنت بيحدد لي انه انت هلا صار لك ساعه قاعده على الانترنت مثلا، حلو الواحد خلص صار يتنبأ. واحد نظم وقته، عرف حتى للولد ذات نفسه انه انت قوم دروس بقى، ساعه
صار لك بتقدري تعطيه ملاحظاتك اللي بدك اياها، بيقول له انه هلا صار وقت الدراسه، هلا صار وقت الاكل، هلا صار وهكذا. فهذا البرنامج او في كثير برامج، صارت عدد البرامج هي بالمئات. ممكن نحن نجرب البرنامج المناسب لاجهزتنا ولاحتياجاتنا ولاطفالنا، لاطفالنا بالاضافه للتربيه. انا مصره على موضوع انه نحن لازم نعود الطفل يكون مسؤول عن نفسه، مسؤول عن وقته، ومسؤول عن حتى المواقع والبرمجيات اللي لازم يشوفها. نعم، لكن بما انه حكينا بهذا الموضوع، خلينا ننتقل الى البيت الثاني وهو المدرسه. يعني دائما المدرسه هي لها الاثر الاكبر بتربيه الاولاد، وخاصه يمكن بعمر السابع ثامن، خلينا نسميه هذا عمر المراهقه نوعا ما. ولكن اليوم خلينا نحكي ضمن المدرسه، نحن شو هي الضوابط اللي عم نبثها لاولادنا اللي بتخص ماده المعلوماتيه؟ نحن وين صرنا اليوم بتعليمنا؟ هل عم نواكب هذا التطور اللي عم يصير بالعالم؟ عم نقدر نواكب مخ الولد؟ يعني انا بتذكر على ايامي كنا ناخذ ماده المعلوماتيه شيء نظري، كمبيوترات كانت شوي تعبانه او هيك، كنا ناخذها ماده نظريه لا اكثر. صرنا بالستايل العملي وصرنا مواكبين التطور مع اولادنا؟ هلا رح اقول لك الحق معك. وانا هلا ما بدي اصور مناهجنا الجديده انه هي المخلص يعني او هي المناهج المثاليه، لكن بمناهجنا الجديده اختلف الموضوع. نحن بال 2017 عملنا مناهج لماده المعلوماتيه، هي المناهج كانت بتحكي عن اشياء هلا عم تصير. فنحن واكبنا حقيقه. نحن لما عملنا هي المناهج جبنا 37 مناهج 37 دوله ومعاييرها لحتى بنينا مناهجنا اعتمادا على جيلنا نحن، على وطننا نحن، شو بدنا من طالبنا. فعطيناه احدث المعلومات، ونحن مناهجنا يعني عملوا لها تقييم بكثير جامعات. شو بدنا من طالبنا ولا شو لازم طالبنا يستغل المعلومات؟ الطالب الحالي لبعد 10 سنين كمواطن. اوكي. يعني انا ابني مثلا بعد 10 سنين بدي اياه يتجه لسوق العمل. بسوق العمل شو بيحتاج؟ حتى نحن بصف التاسع كتبنا له الوظائف الحديثه يلي هي حاليا معتمده باغلبها على ماده المعلوماتيه، او سميناها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. فحطينا له شو الاحتياجات اللي بيحتاجها، بينما كنا ناخذ مثلا كمثال سابقا الشبكات بشكل انه الشبكه النجميه، لا هذا اللي عم تتفضلي فيه هو نظري. هلا صرنا نحكي انت اذا عندك راوتر كيف تعمل مشاركه لرفقاتك، كيف تعمل بشكل بسيط. هذا بمستوى صف سابع وثامن. بدانا بالبرمجه من صف الخامس، علمناه شوي سكراتش، برمجه ممتعه. وكانت الحقيقه هي بدائل اذا اعطيت بشكل صحيح. مو بس هي لاجهزه الكمبيوتر او هيك، كمان دخلنا بالجوال الموبايلات، اعطينا بصف العاشر والحادي عشر تطبيقات الموبايل. ففي عنا ناس طلعوا على معرض الابداع والاختراع عاملين تطبيقات موبايل، عاملين مزرعه ذكيه، دخلنا روبوت فعم بيشتغلوا روبوتات، دخلنا مثلا واقع افتراضي عم بيشتغلوا نظاره ذكيه، نظاره افتراضيه وهي الشغلات. ادخلنا كثير برمجيات مفيده لمجتمعنا، ادخلنا برامج مثل اللي بتعمل افلام كرتون وفوتوشوب وهي الاشياء جرافيك. كمان هي ممتعه للطالب وللطفل وهو بحاجته. كمان اعطيناه مشاريع، دليناه على مشاريع يقوم فيها الطالب. هاي المشاريع كانت كثير عم بيستفيدوا منها لما عم تنعطى بشكل صحيح. نحن عملنا ببداية كل درس باركود بينقله لمصادر التعلم، حولنا منهاجنا كلياته لفيديوهات وفلاشات بشكل انه الطالب صار مستمتع بالفكرة يلي عم بيشوفها، ما عاد شافها قراءة. فلبينا احتياجاته ولبينا هلأ هذا العصر شو بيحتاج. داخل مدارسنا صار في أجهزة هي كافية، داخل مدارسنا في أجهزة بس ما في كهرباء. ما في كهرباء فإن شاء الله. لكن هو الطفل حقيقة بشكل كتير وحتى صحيح. كل بيت صار فيه اللابتوب، صار فيه تمام. يعني تماما حقيقة عم بيستفيدوا يعني. أنا بدي أرجع أكرر، بمعرض الإبداع والاختراع يلي فيه مخترعين من كل هي، اخذنا 10 جوائز نحن بموضوع ماده المعلوماتيه وهي الشغلات. هن عاملين برمجيات كثير حلوه، مثلا عاملين قواعد بيانات كثير حلوه. نحن لقينا هذا بديل
لتنظيم وقته. يعني انا ما بحسن له نظم وقتك على مواقع التواصل الاجتماعي بدون ما اعطيه بديل. بدي اسالك بالنصائح الاخيره لكل الاهالي اللي عم بيعانوا، يعني ممكن الاطفال او المراهقين صار عندهم ادمان على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. خلينا نحكي كنا مع المراهقين والاطفال كلنا. بس نحن بنعرف بنعرف هلا نحن بعمر بنقدر نميز الصح من الغلط، بس نحن هلا خوفنا على جيل الشباب، على المراهقين، على الاطفال، كيف ممكن يستخدمون او يحدوا من ادمانهم؟ كيف ممكن الاهل يتعاملوا مع اطفالهم والمراهقين بهالوقت؟ يعني هلا اول شيء التربيه برجع مصر عليها، ثاني شيء لاقيلهم بديل. يعني انت لحتى كمعلم خليني اقول صار عندنا كثير دعوات من معلمين يعملوا المنهاج بشكل افلام كرتون، يطالبوا الطلاب يشتغلوا هاي البرمجيات. صار الولد ما عاد يهتم بمواقع، صار ما عاد يهتم بال، صرنا نسمع كثير من الاطفال بيقولوا لنا اهاليهم اولادنا ما كثير بيشتغلوا العاب، بس لهم هوايه انه هي الشغله كيف بدي فوت عليها، كيف بدي اشتغلها، كيف بدي، عفوا يعني غلط، بس انه كيف بدي يخترق مواقع. انا ضد الاختراق تماما، لكن هو برمجه بالنهايه، فصار الولد عنده هذا الاطلاع وهذا انا لازم لاقي له بدلاء، بديل عن هي الشبكات، بديل عن الالعاب، شيء ممتع. فلازم تتجه المدارس ونحن كمسؤولين عن التربية، ونحن فعلا عم نتجه بهذا الاتجاه لأشياء ممتعة للطفل، هي تعليمية بصيغة لعبة. فنحن هذا اللي عم نطمح له ببلدنا، انه نحن هلأ نشتغل برمجة نعلم الطفل هاي البرمجيات بصيغة ألعاب، بشكل انه هو يستمتع بالتعلم. نعم. بهذا التعلم، وخاصة خلينا نحكي نقطة كتير مهمة، انه ما نوجه الملاحظة بعدم استخدام الانترنت والتكنولوجيا للأطفال تمام. ونحن حاملينه بإيدنا 24/24 نحن قدوة تماما. ما عم بقول لك نحن بمناهجنا حطينا اخلاقيات التعامل بالانترنت تمام. مو بس بمنهاج المعلوماتية، يعني هلا انا عندي منهاج العربي في اخلاقيات، بمنهاج القومية الوطنية في اخلاقيات التعامل مع الاجهزه الحديثه، ومو بس الانترنت، مع الاجهزه الجوالات والى اخره. لكن اذا ما حطينا له بديل ما في فائده من كل هذا العلم النظري. الاهل بديل، بالاضافه انه ما يحرمون، يقدروا يتعاملوا مع اطفالهم والمراهقين بشكل كتير صح. نتشكرك، نتشكر معلوماتك القيمه اكيد. شكرا لك. شكرا كثير لحضورك معنا، واهلا وسهلا فيك. شكرا لكم، نهارك حلو يا رب.